مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام للجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا على كنار تي في. أنا من زمان ما قدمت موضوع منتدى الشباب لأني يمكن شوي بعيد عنهم هيك بالعمر، لكن أتمنى اليوم أكون موفق وأعطيهم المساحة. اليوم بتشرف يكون معاي كوهوست الأستاذة نهى محمد، مساء هي الفل. مذيعة ومقدمة ومعدة للبرامج في كالجاري بالعربي، من أكبر الإذاعات في الغرب العربي الناطقة باللغة العربية. أهلا وسهلا فيك يا نهى، أهلا وسهلا، إزيك؟ الحمد لله كويسة. الدنيا النهاردة الجو حلو قوي 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 بره النهاردة في كالجري. أنا هابي إنه الجو كويس، لأنه إحنا في كندا بتعرفي موضوع الجو خاصة لما يكون مؤثر مؤثر على المود العام. فإن شاء الله يكون الجو كويس ونقدر نطلع وننبسط مع أهالينا وأصحابنا، خاصة مع موضوع هذا الكورونا يكون ينتهي قريبا. I hope so. نهى، أنا مبسوط كتير أنت اليوم معاي، حتساعديني لأنك وأنا كمان أقرب إلهم مني. كل بس حضرتك يعني مريت بيه وعندك خبرة، فنبقى محتاجين نسمع خبرتك برضه. إن شاء الله أنا حقدر أحاول. اليوم حنتكلم عن موضوع الوحدة خلال فترة الكوفيد، يعني هذا موضوع يمكن تأثر فيه الكبار والصغار والأطفال والشباب والنساء والرجال والعرب والمش عرب، يعني موضوع كان جدا معقد. لكن إحنا للأسف خاصة الكبار ما بنسمع كتير للشباب، ما بنسمع للسيكولوجي تبعتهم، في ناس تأثرت المنتاليتي تبعتهم. كيف أنت كنتي في الفترة هاي يا نهى؟ شو سويتي؟ كان فيها ups and downs زي ما بيقولوا، يعني مرات كان يبقى المود كويس والحالة كويسة وكده، ومرات كان يبقى المود مش كويس والحالة مش كويسة. وكله بالنسبة لي كان مرتبط جدا بعدم ال ان انا ما كنتش عارفة ايه اللي هيحصل، فال uncertainty بالنسبة لي هي اللي كانت اكتر حاجة يعني معذبة بالنسبة لي. بس من ناحية موضوع الوحدة، كان في experience، كان في يعني شوية وحدة برغم ان انا عايشة مع اهلي، لان في مشاكل مثلا معينة كان ممكن تبقى مع الشغل او مش عارفة ايه، حاجات في بالي انا مش عارفة اتكلم عنها. فهو الواحد برضو ممكن يحس انه منعزل لما ما بيبقاش عارف يتكلم عشان ما يقلقش الناس اللي معاه، برغم ان هو ممكن ما يبقاش عايش لوحده مثلا. فاحب اسمع برضو اراء الناس وتجربتهم كان شكلها عامل ازاي، لان دي حاجة برضو it's interesting. طب شو رأيك أنا وياك اليوم ندخل الشباب معنا يلا ونسمع بينا، آرائهم؟ يلا يلا. معنا، خلينا نبدأ بالليديز عشان الشاب اللي معنا يغار شوية. معنا جمان أسمر، أهلا وسهلا بيك يا جمان. أنا بعتقد جمان الميكروفون. Yeah, I just fixed it. Okay. مرحبا. أهلا وسهلا فيك. Okay, أحكي عن حالي؟ زي ما بدك، عارف الناس عنك أكيد. اسمي جمان أسمر، عمري 21 سنة، وأنا هلأ داخلة رابع سنة بالجامعة باي ميديكال ساينس. أهلا وسهلا، مشوار تقيل. معنا لينا القاضي، أهلا وسهلا يا لينا. السلام عليكم. عليكم السلام، عارفينا شوي عن حالك سريعا. أنا عمري 15 سنة وفايتة على الجامعة بطب تحضير إن شاء الله. طبعاً إحنا عملنا لقاء مع لينا قبل فترة، منها أصغر طالبة تخرجت من الجامعة في كندا بعمر 15 سنة وداخلة على بريميد إن شاء الله، نتمنى لها كل التوفيق. ومعنا الشاب الحلو قاعد في تيم هورتون، بهاء. أهلاً فيك يا بهاء. أهلين، كيفكم؟ عن جد انت قاعد في تيم هورتون ولا حاطط باك جراوند صوره؟ ايوه. لا مش قاعد في تيم هورتون، هذا عشان يجوعنا بهاء. عارف الموضوع، لازم حدا يتجاكر. ممكن واحد وافل من هناك ده. يعني ايوه، حتى انا متجاكر كمان، مش قادر اوصل. طيب اليوم حنحكي عن موضوع الوحده يا شباب. طبعا موضوع صراحة يمكن يكون شوي حساس، لأنه تعريف كلمة الوحدة تختلف من شخص لآخر،
في ناس عندهم أصحاب كثير وعندهم العيلة بس بيشعروا حالهم وحيدين. فخلينا نسمع منكم شو رأيكم، شو هي الوحدة من وجهة نظركم؟ جمان خلينا نبدأ فيك. الوحدة هلا ممكن تكون وحدة it depends على الموضوع زي ما حكتناها، مش maybe تكونوا حواليكم ناس بس تكونوا حاسين حالكم وحيدين ب specific topic لأنكم مش قادرين تحكوا عنه مع هدول الناس. و it's nothing against الناس اللي مش قادرين تحكوا عنهم بالذات your parents وهيك، بس بالذات بهالعمر ما بتقدروا تحكوا كل إشي لأهليكم. Good. لينا شو رأيك؟ توقع إن الوحدة يعني هي شيء واحد بحس إنه ناقص، يعني ناقص يعني social interaction، ناقص يعني علاقة اجتماعية مع الجميع، وبحس حاله يعني شوي هيك disconnected يعني متفرق من الجميع. يعني هي أكيد شيء يعني تختلف من شخص لشخص، بس واحد بحس يعني كأحساس إنه هو لحاله ما عنده كثير يعني connection مع ناس ثانية. بهاء انا بالنسبه لي بحس ان الوحده يعني زي ما حكوا انه مش بس انك تكون انت موجود في مكان لحالك، ولكن يكون انت لحالك بفكرك، تكون انت ما بتقدر تعبر عن نفسك، يكون كل شيء فيك تكون مجبر انك تخليه فيك. فهاي بحس ان الوحده اللي احنا بنحكي عنها هي الانعزاليه، لما انت تكون منعزل عن المجتمع المحيط فيك. جميل جميل. نهى عندك أسئلة للشباب؟ عايزة أسأل لو حسوا إن هم في فترة الكوفيد ده كان ليه تأثير على هم كانوا حاسين بالوحدة أو لا؟ أوكي أبلش؟ يس تفضلي تفضلي. أوكي أنا personally أنا extrovert، فبحب الناس، وبالعكس like the brain function تبعون الإكستروفرت غير عن الإنتروفرت. فإذا ما بتشوفوا ناس and you don't socialize it actually affects الطريقة ال electrical waves في your brain نفسه. فهاي كانت عندي إياها مشكلة، والحمد لله like I have my family but they're not enough. وكنتي طيب بتتعاملي مع الموضوع إزاي؟ بتحاولي تبقي مش وحيدة إزاي بما إنك إكستروفرت؟ كان في كتير volunteer activities ماشية فيهم، فزدت فيهم بالذات تعرفوا like relief like COVID relief أشياء. فهذا كتير ساعدني، و my best friend كانت معي طول الوقت. Okay I'm gonna be honest and my best friend we didn't really separate. Yeah so it's like we're quarantining together وهيك. فكمان لأنه I also had to stop work فلأنه بشتغل بفارماسي، فهذا كمان less interactions with people. فكان شوية صعب وفي أيام بتكون كتير كتير صعبة، ما يكون كنت أصير نكدة، ماما تيجي تحكي معي ما بدي أحكي معها، مش إشي against her بس خلص زهقتك مع أنه بدي أشوف ناس بس ما بدي أشوف أهلي لأنه خلص شفتوهم too much. وهدول أشياء you can't explain. ولما تيجوا بالذات أنا حكي عن my parents، بس لما أجي أشرح لهم عن psychology behind it they don't really understand me. It's like أنا فاهم psychology behind it like أنا درست psychology وأنا عارف أن ليش هيك حاسة وبعرف الحل، بس الحل ما بقدر أوصله لأنه we're in lockdown. بس ما بقدر أشرح لهم إياه لأنه بس أشرح لهم إياه رح يقول أنت مش لازم يكون عندك هالمشاكل. So من هون بتصير لسه أصعب، you know بتحس حالكم ما بتقدر تحكم معهم like أكتر، like تحس حالكم أبعد. أو بتحسي إن هل كنت بتحسي إن you feel bad about feeling bad؟ كان في منه كمان. yeah. لينا يعني أنا كتير مشتاقة يعني أشوف صحباتي in person، بس كتير مبسوطة إنه يعني social media بحسوا حال حلو إنه يعني واحد لسه يضل علاقة مستمرة مع الجميع، يعني حتى ولو يعني ما في يبدل يعني العلاقات in real life لسه يعني لسه في كمان علاقة، يعني في لسه واحد يعني يحكي مع الجميع، ولسه يعني FaceTime والمسنجر يعني فاهمة the place and it's still good، يعني لسه منيح إنه يعني طريقة منيحة واحد يحكي مع الناس. بس أكيد يعني إنه in person حلو، بس الحمد لله في كمان يعني في كمان حل لهدول الأشياء.
يعني انت قصدك لو اجت هاي الجائحه الكوفيد وما كانش عندنا سوشيال ميديا كان تبهدلنا. بيكون اصعب اكيد، بس دائما يعني you can send letters يعني ما بعمل او بحكي على التليفون، هي دائما في حل، بس ما بفكر شوي. ممكن بس احكي a point of view. I understand انه السوشيال ميديا كثير بيساعد ناس بهال specific purposes، بس personally انا حسيت حالي عم بستعمل تليفوني اقل وعم بستعمل سوشيال ميديا اقل with these times. So it depends على you and your personality. ليش ليش تفضل بها. لا تفضل، يعني نفس السؤال انت برايك ليش؟ ما بعرف، عم بحس هلا my close friends بحكي معهم بطمن عليهم، بس على شو حتعملوا update؟ ما انتم ما عم تعملوا اشي بحياتكم to update others. That's my point of view. بالذات انا I have a lot of friends انه سكنت بالسعودية وبالأردن. So I have a lot of friends in Jordan. وكل صحباتي اللي بالسعودية most of them are in Europe, different time zones ومن هالحكي، وما عم بصير اشي بحياتهم، ما عم بصير اشي بحياتي، فايش بدي احكي معهم، عن شو نحكي؟ فانه صح بطمن انه they're okay, they're safe, بس that's the extent of it. فما بستعمله كتير. بهاء تجربتك كانت شكلها عامله ازاي؟ بصراحة يعني احسن تجربة مريت فيها بحياتي، لانه المدرسة خانقة، لانه مدرستي صغيرة فالكل بيعرف بعض والكل بكره بعض. يعني مجتمع يعني شوية توكسيك، شوية مجتمع ضار في المدارس. بتحس بخنقة من الطلاب، خنقة من الأساتذة، يعني كل نفس الأربع صفوف اللي بتمشي فيها كل يوم. فلما وقفت المدرسة وصار كل إشي أونلاين وصارت الدراسة، يعني الأستاذ بيعمل كل شيء على كيفه، لأنه بالذات في grade 12 الأستاذ بيتحكم في المادة أكتر من أي صف تاني. يعني الأستاذ بيدرسها على كيفه، بيختار الكريكولم على كيفه، إله تحكم كبير في المادة. في grade 12 والحكومة لما بعتت إنه يعني حجم كمية الشغل اللي المفروض الأساتذة يعطوه للطلاب، الهاي سكول كانت يعني كمية الشغل اللي فيها كانت قليلة. يعني كان عندنا وقت كتير لحالنا، ويعني وقت قليل كتير إنه لازم نعمل فيه دراسة. حلو. يعني أنا استمتعت في الموضوع إنه برضو أنا عكس جمان إنتروفرت، فلما هي حكت عن السايكولوجي والموضوع، يعني بدي رأيك في الموضوع كمان، إنه اللي أنا بعرفه إنه الإنتروفرت مش إنه بكره إنه يقعد مع ناس، ولكن بيتعب أكتر في السوشيال سيتويشن. بيتعب والإلكتريكال بولسز بالبرين أكشلي عند الإنتروفرت أكتر، فلما يتعاملوا مع ناس بصير في كأنك عم تحرق لابتوب، كأنه عم بصير لابتوب سخن، نفس الإشي بصير للإنتروفرت. للإكستروفرتس بالعكس بيكون كتير كتير like كتير برد، لما يكونوا حوالين الناس بصير normal temperature basically. أنا فرضا بتعب مع الناس التانية، يعني بقدرش إني أقعد لفترة طويلة في نفس السيتويشن، لازم أغير. فإني أقعد لحالي وأقعد مع أفكاري بستمتع أكتر. فلسه عنا تليفونات ولسه بقدر إني أحكي مع أصحابي التانيين، فيعني مش منعزل عنهم، وبنحكي بفترة يعني بنحكي كتير احنا، يعني تقريبا مرتين ثلاثة بالأسبوع، فيعني لساتنا متصلين. حلو حلو. طبعا أنا أوقات معلش دكتور جمال هقطع، بس أنا أوقات كنت أنا introvert برضو، وأوقات كنت بحس إن أنا برغم إن أنا I crave the social interaction أو عايزة أكون بتعامل مع ناس في نطاق اجتماعي، ان انا كنت ببقى مش قادرة، وفي نفس الوقت بحاول ان انا يعني لما برغم ان انا عايزة اشوف الناس دي كانوا لما يكلموني ابقى مش قادرة ارد مثلا. تكوني تعبانة تردي يعني؟ مرهقة. مرهقة نفسيا من الخنقة بتاعت كوفيد عموما. نفسك انه يعني هم يحكولك تيجي عشان تعرف انهم يعني مهتمين في وجودك؟ لا بالعكس، هم كانوا بيكلموني. بالظبط بالظبط، يعني هم عايزين يكلموني وانا عايزه اكلمهم، بس انا مش قادره. انك تعرف انه في حدا بده اياك برا، يعني شيء مريح حتى للانتروفيرت. هو بقدر احكي عن الانتروفيرت عن ماي بيست فريند. ماي بيست فريند اكشلي انتروفيرت، مع انه انا اكستروفيرت وهي انتروفيرت. انا هلا ببيتها، هي قاعده لحالها على جنب، هلا قاعده بتقرا. بس هو على حسب who you're talking about. هلا بيكون مرات عندها hundreds of messages، بالذات هي داخلة بالvolunteering لسه أكتر مني،
فبيكون عندها hundreds of messages وما بترد عليهم، تاخد وقتها لأنه شي physically ما بتقدر تجيب حالها ترد عليهم. بس أنا بتصل عليها ودغري بترد. فهو كمان بالذات للintroverts it depends on who you're talking to. في ناس بتقدروا ترتاحوا لهم like with everything، في specific people بس تقدروا تحكوا معهم ب specific situations. حلو حلو. طب أنا بدي أسأل سؤال، علاقتكم بأهلكم خلال فترة هذا الكوفيد، خلينا نكون واقعيين، يمكن يسمعوا يمكن يقدروا يغيروا شوي. It's let's be يعني honest. أنا بديش إني أخرب علاقتكم مع أهلكم، بس لا بالعكس، إحنا بدنا الأهل يفهموا إنه المنتدى هذا يمكن لأنه بعطي مساحة للشباب أكثر من مساحات أخرى. فأنا بتمنى إنه توصل هذه المسج للأهل إنه لازم نعطي مساحة للشباب نسمعهم، نسمع رأيهم ونسمع إيش وجهة نظرهم للي بيصير في البيت. يعني مش شرط إنه نأخذ كل إشي منهم لأنه إحنا عندنا experience، بس again their input important، خاصة في فترة أنت لازق بوجه أبوك وأمك يعني 24 ساعة face to face. فلينا what do you think، كيف أهلك كانوا؟ هل كان علاقتك أحسن معهم خلال الكوفيد ولا لا شعرتيها؟ أنا أتوقع إن علاقتنا صارت أحسن، يعني حسيت تعرفت عليهم أكثر، يعني كنا عشان عندنا أكثر وقت مع بعض على الدار، صفينا نلعب يعني زي بورد جيمز، حتى بلشوا يحكون يعني قصصهم من صغار، يعني حسيت عرفت أهلي أكثر، صرت أفهمهم أكثر كأشخاص، والحمد لله قربت على كل عائلتي أكثر. حلو حلو. جمان؟ أنا حسيتها صراحة ما صارت، لأنه أنا وماما specifically إحنا كتير قراب من بعض، فما بقدر أحكي إنه قربنا أكتر أو بعدنا أكتر، لأنه في عنا أيام وين بنكون كتير كتير close، وفي عنا أيام وين like I'm just like ماما ما بدي أشوفك اليوم. في هيك وفي هيك، وعادي بحكي لها هي وبنتخانق وبنتصالح and everything، بس at the end of the day بعرف إنه ما بضل لي غير أمي، و you know like حتى بالأيام وين ما بدي أشوفها برجع لها بالليل ومن هالحكي، so عادي. ها شو رأيك؟ بصراحة ما صار في اختلاف، يعني أنا زي جمان بس بالعكس، إنه هي كانت قريبة كتير من أمها، يعني أنا قريب من أمي ولكن يعني دائماً بقعد بغرفتي بالعادة، you know introvert، بالعادة بقعد في غرفتي يعني ما بطلع كتير، يعني ما تغير إشي، قعد فيها أكتر. عادي. الفرق الوحيد اللي صار هو جدول نومي، إنه يعني بطلت أنام، صوت أنا صوت أضل سهران بالليل، أنام بعد الفجر، وأضل نايم للظهر يعني. ولا شيء تغير، اول ما شلت المدرسه نومي قلب، بس علاقتي باهلي ما تغيرت. مش فرق، حسيت انه بيحصل مشاكل اقل ولا اكتر مع الاهل وانتم كلكم في نفس المساحه لفتره طويله؟ اكتر يعني. اكتر بتشوفوا يعني لما انا كنت اقعد بالجامعه بالذات في ايام وانا بعد بالجامعه like 18 hours، يكون عندي دوام من 8 الصبح، بطلع من البيت على 7 الصبح وبخلص هسي على 10 بالليل لطريق البيت and everything، فما كان يكون في وقت مشان يبقى في احتكاك يعني. ما بتلحقوا تتخانوا بتشتاقوا لبعض بهالوقت، بس لما تكونوا مع بعض طول الوقت بصير أكتر more tension. أنا كان جبتي مختلفة شوية، كان في ما كانش عدد الخناقات أكتر أو أقل، هي كانت أكتر إن إحنا بما إننا كلنا في نفس المكان وبيسكلي محشورين مع بعض في حتة واحدة، بقى في understanding أكتر، وإن أوكي واضح جدا إن الشخص ده متضايق دلوقتي، فإحنا هنخليه يتخانق وبعدين شوية كده وهيجو. هيرجع. أنا لا، كانوا متعودين علي، كانوا متعودين على شو اسمه المرجحة تاعت المول تاعي. متعودين على تقلباتي. هذا سؤال مهم، المود أحيانا مش في إيدك، بتعلق يعني إحنا كنا ساينتست وبنفهم بالشغلة، المود بتعلق في شغلات كتير، ضغط الجوي، الهرمونات،
الأكل اللي بنأكله، اللون، لون الحيطة، لون الغرفة، كله، حتى اللبس اللي بتلبسه بيلعب على المود. بس لما بتكون بالكوفيد كل الناس قعدت بالبيجاما وجنب المطبخ جنب الثلاجة واشتغلت في المود الجديد هذا. فهل فعلا تغير المود في الكوفيد؟ فهلا انت كنت تحكي عن المود. بالنسبة لي صار احسن، انه يعني بطل في داعي اني اطلع من البيت، فصار في المتغيرات قلت. يعني انا متحكم في بيتي، برا بيتي مش متحكم. فانا بستفيد من اني بقدر اكون متحكم بالموقف اللي انا فيه، لانه انا اللي بتحكم بلون لبسي، ولكن ما بتحكم بلون لبس غيري، ما بتحكم بالمدرسة ايش بصير فيها، ولكن بتحكم بحياتي انا، محيطي انا، فيعني بقدر اني اتحكم بالمود تاعي اكثر. يعني اشياء زي هيك، انه انا هنا يعني مسيطر على الوضعيه. كنترول فريك. يا اكزاكتلي. لينا what do you think؟ انا بتوقع الصراحه مبسوطه كثير، حسيت حالي قدرت اكثر استفيد بالوقت. يعني بحس قبل كوفيد كنت احكي ما عنديش الوقت، بس هلا عندي الوقت، يعني بلش اتعلم يعني اشياء جديده، عملت أكثر يعني volunteering، عملت tutoring، حسيت حالي هلا عندي الوقت، ما عنديش يعني excuse، هلا فيني أسوي كنت حابة أسوي من قبل. يعني أكيد يعني مبسوطة هلا، يعني حسيت حالي أكثر مرتاحة بعد ما سويته. إحنا لينا عارفين ليش ما كانش عندك وقت، خلصت 3 سنين بسنة وطبعا ما فيش عندك وقت. جمان. أنا حسيت العكس، بالعكس بكون لما يكون عندي إشياء أكتر أعملها بحس إنه بقدر أنظم وقتي أكتر. لما ما يكون في إشي بنام 12 ساعة باليوم، بنام بالليل 8-9-10 ساعات، بعدين برجع أنام بالنهار كمان ساعتين، راح يومي like out of exhaustion from not doing anything، بنام أكتر. هل في حاجة عملتوها في الكوفيد في الفترة دي في العادي ما كنتوش بتعملوها؟ يعني مثلا لينا كنت بتقولي فولنتير أكتر، حد بدأ هواية مثلا جديدة، إيه الحاجات اللي عملتوها اللي كان في العادي مش هتعملوها؟ أو كمان بلشت أطبخ أكتر، أكيد يعني أول مرات ما كان كتير منيح، بعدين يعني بلشت أتعلم ويعني صرت أحسن بهذا الشيء. يعني هيك مية حوار هيك، يعني بعمل أكثر ريسيرش، بحب أقرأ يعني كتب علوم. يعني حلو. شو تعلمتي طبخات لينا؟ mostly بالبيكينج أكثر، يعني مثلا كيك، يعني كوكيز، أشياء زي هيك، يعني أشياء عادية، بس يعني إذا أنا قدرت أسويها يعني أنا فخورة بهذا الشيء. Good job. Yeah. إيش الأريا أوف ريسيرش اللي دخلتيها؟ حبيت أعمل ريسيرش عن يعني الأشياء النيورولوجي، مثلا يعني الأمراض، يعني الألزهايمر وأشياء زي هيك. نايس. في موقع سمعت عنه اسمه ساي هاب، هذا موقع بتعرفيه ساي هاب؟ لا بس شكله حلو. أوكي. في إيش بيعمل، إنه لأنه في كتير ريسيرش بيكون محطوط ورا باي وول، إنك لازم تدفع للشركة عشان تاخد الريسيرش تاعهم. ففي موقع عملته بنت روسية، بيكسر الباي وول، إنك تقدر تحط الدي او اي، بتدخل الدي او اي أو اليو ار ال تاع البيبر في الموقع، بيطلع لك إياها. حلو. بيطلع لك البيبر بدون ما تدفع عليها. حلو. يعني use it to your own risk. إيش اسمه بها؟ Sci-Hub. SCIHUB. Okay. Good to know. University بيعطيكم access to the library almost all papers. Well, isn't that lucky? Yeah. اللي عنده. إحنا في الهاي سكول ما بيعطونا، فيعني لازم بحتاجه هذا في الهاي سكول. لأنه لو بدي أجيب علامة كويسة لازم يكون citation محترم. أيوة أكيد. في سؤال من الجمهور. سوري جمانة. في databases بالهاي سكول specific ones، يمكن ما تلاقي كل الريسيرش اللي بدك اياه، بس بتلاقي. ما مش عنا، ما حكولنا عنه في المدرسة. احنا اللي عنا اللايبراري تاعنا، بس ما فيه اشي.
أنا بس درست سنة واحدة هون بLongfield High School. وكان في يوم الإنجليش كلاس، لا حتى البيولوجي كلاس، أخذونا على اللايبراري واللايبراريان فرجتنا كيف نقدر ندخل الداتابيسز السكول بورد دافعت لها مشان نفتحها. يمكن بعض احنا وبرضه لازم تتذكري انه الفاندينج بيختلف بين السكولز. سكول بوردز. المفروض انا في هيلكرست يعني اصغر مدرسه في اوتاوا. بس على حسب السكول بورد مش على حسب المدرسه. بس حتى بين المدارس اداره المدارس بتختلف. فيعني ممكن يعني فرضا انتم حكوا لكم عنها احنا ما حكوا لنا. لينا كان عندكم هيك شيء؟ ما بصراحه مش متاكده يعني كان يعني كثير كتب المكتبه يعني المدرسه هي كبيره ما شاء الله. بس ما حكوش يعني شيء يعني في يعني ويب سايتس فينا نستخدمها يعني ما كانش في كثير معلومات عن يعني ريسيرش واشياء زي هيك. انا بس سريعا بدي اذكر نهى من كالجاري، جمان وبهاء من اوتاوا، ولينا من نيو برانزويك، وانا طبعا من اوتاوا. هذا البرنامج هو للشباب، منتدى الشباب عشان يحكوا بكل اريحيه ما نضغط عليهم. فاي شخص اي شاب الى عمر خلينا نحكي 50 شباب ايوه القلب يكون اللي بشعر حاله شباب يتواصل معنا عشان نستضيفه في الحلقات القادمه. رح يكون عندنا برامج كتير بس مش شرط باي مكان، كله بيصير اوفر انترنت. وهذا الموضوع موضوع للجميع. انا حابب اسمع من كل الاطياف، الشباب اللي لهم 10 سنين، الشباب اللي مولدين هون، الشباب اللي اجوا قبل سنه سنتين، عشان نشوف برضو التغيرات. في سؤال سريع من سام، يمكن احنا حكينا شوية بس سؤال مهم، هل زاد الوقت اللي بتقضوه على السوشيال ميديا وهل هذا يستهلك وقت اكثر منكم الان؟ لينا يعني اذا هل صار في اكثر وقت استخدمت اكثر وقت بالسوشيال ميديا؟ وايش كان السؤال الثاني؟ و do you think إنه هذا يعني taking a lot of your time social media؟ بتوقع أكيد إنه الوقت زاد بالسوشيال ميديا عشان أكثر أحكي مع صحباتي بهذا الطريق، لأنه قبل ما كان في داعي يعني أحكي استخدمه هالقد، بس هلا صرت استخدمه أكثر عشان أخلي يعني علاقة مستمرة مع أصدقائي. بس يعني أكيد مش منيح واحد يضلوا على السكرين طول اليوم أو يعني كثير كثير ساعات، بس ما فيني أحكي إنه هذا الوقت بيروح ويستد، لأنه مهم واحد يضل يحكي مع الناس يعني يخلي علاقة معهم. حلو، good yes. بهاء. أنا حالتي يعني مختلفة لأنه أنا شطبت السوشيال ميديا تاعتي قبل ما دخلنا الحجر، لأنه يعني زي ما قلت المدرسة تاعتي مستفزة، فيعني قد ما تضايقت من وضع المدرسة وجوها شطبت السوشيال ميديا عشان بدي اشوف حدا، بطلت بدي اشوف حدا من المدرسه. استاذك بتحكي مع الناس؟ بس يعني very restricted، بس اثنين من المدرسه اللي لساتني بحكي معاهم. فيعني وبرضه بنحكي مع بعض زي ما كنا نحكي في المدرسه، يعني هي هاي الساعتين اللي بنقضيهم 6 ساعات بالاسبوع، يعني هي نفس الوقت اللي بنقضيه مع بعض في المدرسه نقلناه اونلاين. ولكن يعني اذا بتعتبر اليوتيوب سوشيال ميديا فيعني صار معي 8 ساعات زيادة. حلو. جمال. هلا السوشيال ميديا I think more، لما أفكر سوشيال ميديا بفكر هلا ب like Facebook, Instagram, Snapchat، platforms وين تحكي مع ناس أكتر، specifically friends and acquaintances، مش strangers. بحس يوتيوب أكتر strangers لو بتعمل comments ومن هالحكي. يوتيوب يعني content. بالضبط، فما بحس السوشيال ميديا، بس صرت أحضر نتفليكس كتير، مش إشي بس صرت أحضر نتفليكس كتير. سرقتي الباسورد ولا الباسورد تاعك؟ لا، أكاونت تبعي بس ماما بتدفع له. أيوة. ربنا يخلي ماما. الله يخلي ماما. آمين. فيا نتفليكس كتير بياخد من الوقت. أنا طول الوقت دائماً لما يكون عندي وقت بطبخ وبعمل both cooking و baking، فما بحكي إنه هذا زاد، بس صار في وقت أكتر، فمرات باخد عن الكوكينج تبع ماما، وماما كمان عندها cooking show، فأنا دائماً هناك معها وهي عم تعمله، وبكون دائماً backstage when she's online controlling it. unfortunately recently دكتور جمال تركنا وصرت أنا الباكستيج.
وهذا صار ياخذ من وقتي. I wouldn't say انه تغير الهوبيز personally, بس صار في وقت اكثر. ولرمضان وعيد كمان انا زينت البيت كله from crafts عملته بالبيت. مش انه كرافت صراحة مش اشي انا كتير بحبه, بس بعرف اعمله. ف like كل اشي بتغير لانه الوقت بتغير و what you need بتغير. ف I wouldn't say no, I do stuff ما كنت عملتها من قبل, بس they are different و different amount of time. نوها انت, أيوة. انت ما شاء الله بالسوشيال ميديا يعني ملكة. هل تغير معك وضع السوشيال ميديا؟ انا الحقيقة ما بحبش السوشيال ميديا. يعني انا بالنسبة لي السوشيال ميديا زي it's a necessary evil اللي هو لازم اتعامل معاه, بس انا ما احبش. يعني لو ما كانش موجود ما كنتش هتضايق. فبالنسبة لي لا, كنت بحس انه كنت بقعد اكتر على السوشيال ميديا حسب الشغل برضو. لما كنت شغالة من البيت ما كنتش بقعد على السوشيال ميديا كتير. لما ما كنتش شغالة يعني كنت في البيت من غير شغل بقيت استعمل السوشيال ميديا اكتر, بس عشان like عايزة حاجة like mindless scrolling. عايزة حاجة اللي هو ايه يعني كأني مشغولة بس انا ما بعملش حاجة really. بس ما كانش ضروري ان انا يبقى بكلم صحابي مثلا او بتفاعل socially. فبالنسبة لي السوشيال ميديا يعني حسب الشغل. لما رجعت تاني شغل بقى بالنسبة لي السوشيال ميديا لا, مش عليها قوي يعني, عليها زي العادي. بس اتكلمت اكتر مع صحابي اونلاين, وبقينا نعمل زي بقينا نتقابل على سكايب اكتر وحاجات كده عشان خاطر ما بقيناش نشوف بعض in person. فالموضوع زاد بشكل مختلف, بس ده كان نفس الوقت اللي كنا في العادي هنتقابل فيه. بس واضح. بس احكي لكم قصة صغيرة صارت معي على السوشيال ميديا, يمكن بدي اخذ معلش اعذروني. في ناس كتير بيحكوا انه الفريندز اللي بتشوفوهم على السوشيال ميديا فيك فريندز, بس مش دايما. احيانا بتعمل فيري جود فريندز من السوشيال ميديا وانت مش عارف. وهذه صارت معي بيرسونالي. كنت نازل على فلسطين, فاي انا اول مره بنزل فمش عارف شو اسوي. فعملت سيرتش من اصحابي اللي على الفيسبوك في فلسطين, لقيت في دكتور صديق لي, وانا يعني هو صديق بس ما عمرنا حكينا مع بعض. فبعثت له مسج قلت له انا حنزل. قال لي اوه اهلا وسهلا, امتى نازل؟ قلت له بالوقت الفلاني. قال لي اوكي انا بكون موجود, بقدر افيدك, وين بدك تروح؟ قلت له والله مش عارف, احكي لي شو الاماكن. المهم حكينا. قال لي خلاص انت باليوم بدك تنزل فيه ابعث لي مسج قبلها بيوم وانا بستناك على الجسر. كنت نازل من الاردن. فدخلت انا وعيلتي, مدامتي بتقول لي مين بنستنى؟ قلت لها والله واحد تعرفت عليه على الفيسبوك. قال لي منزلنا وبلان وهذا وعلى الفيسبوك. صراحه يعني نزلنا, اجانا بالسياره, رحنا على البيت, غدينا اول شيء, بعدين طلع طششنا مكان, بعدين رجع قال قلت له بس بدنا نروح ناخذ فندق. قال اي فندق؟ تسكنوا عندي, انا في عندي بيزمنت, ننظف لكم اياه, مظبط لكم اياه. زبط لنا البيزمنت. ثاني يوم اخذنا على مدينه ثانيه هو وزوجته, طبعا بعد ما افطرنا. ثالث يوم اخذنا على مدينه ثالثه وعلى مدينتين وتعشينا. فمدامتي بتقول لي يعني معقول انت هذا بس على السوشيال ميديا؟ قلت له والله على السوشيال ميديا, على الفيسبوك. Sometimes really you can make good people زي life. انا في طبعا ناس انا تعرفت عليهم هم تواصلوا معايا في الاول على السوشيال ميديا انا ما كنتش اعرفهم, ودلوقتي اصدقاء ليا واشتغلت معاهم ومش عارفه ايه اللي هو like من غير السوشيال ميديا ما كانوش هيعرفوا اصلا ان انا موجوده من اساسه. فلا السوشيال ميديا, هل السؤال محتاجينها ولا مش محتاجينها دلوقتي؟ وبتعمل حاجه بتسهل الحياه او مش عارفه ايه؟ طبعا في ناس مع او ضد, بس هو في الاخر I think ان it is still مكان ومساحه مختلفه ممكن الناس تتفاعل عليه وتعرف بعض ويبقى في real connection. دكتور, بس انا بحس ان هي it doesn't go without, يعني ما ينفعش. بحس ان لازم يبقى فيه برضو تفاعل in person, يعني مش اللي هو eventually هتتقابله في الحقيقة.
عشان يبقى فيه فعلا يا اما صداقه بجد يا اما لايك تعرفوا بعض بجد يعني. بس ده موضوع بعتقد بعيد شويه عن كوفيد. يا جمال دكتور جمال عندي لك سؤال. اوكي انت بتعلم اولادك عن stranger danger وما تتعرفوا على ناس اونلاين وهم هالحكي ولا لا؟ With caution. انا وجهه نظري طبعا يمكن كل الاهل بفكروا بطريقه، انا بفكر انه لازم يكون في caution. تتعرف على stranger مهم جدا، لانه اذا بدك ضلك تقول للولد ما انا بنظره وجهه نظري ما تتعرف على stranger ما تتعرف على stranger ما حيدخل good experience و bad experience. كل experience في الحياة ممكن يفيده في حياته سواء كان bad أو good. لازم يتعرف على ناس سيئين. أحكي لك قصة صارت مع ابني سريعا جدا. يوم بالأيام إجا بقول لي I don't like this teacher. قلت له ليش؟ قال لي بتعمل هيك وهيك هيك. قلت له this is a good experience إلك إنك تتعلم كيف تتعامل مع التيتشر اللي you don't like her، لأنه مش كل حياتك هتتعامل مع teachers that you like. وهذه نفس الإشي الآن للأسف زي ما حكيتي يمكن في السوشيال ميديا بشكل عام والجيمينج هلأ صار أونلاين، في كتير شغلات خطيرة، لكن لازم تعرفوا إنه في هدول الناس لازم تكون be careful، بس مش تمنعوا إنه يتعرف على الناس stranger. هذه وجهة نظري، يمكن أكون غلطان. أنا إنه بها أنت شو وجهة نظرك؟ بالنسبة إلي إنه يعني أنا شايف إنه مهم إنه الناس تعرف الهنت عشان تقدر إنها تعرف متى ممكن يكون في خطر، ولكن يعني في selection bias إنه لما إحنا نسمع على الأخبار فرضاً إنه في مبارح واحد انخطف أو واحد انسرق أو واحد مات، يعني هذا اللي بنسمع عنه، ولكن كم قصة كم إشي كويس صار ما سمعنا عنه. لأنه ما بيصير إنك تحكم على المجتمع الخارجي من الأخبار، لأنه الأخبار لما تعطيك أخبار تعطيك الأشياء السيئة، الأشياء الجديدة، الأشياء القليلة، يعني هذا مش مقياس. فإحنا لازم إنه لما نطلع لازم نضل متذكرين إنه اللي برا، يعني فرضا لما تطلع أنت بالليل الساعة 3 بالليل أنت عارف أنت ليش طالع وغيرك عارف هو ليش طالع، بس مش عارفين ليه انتوا الاثنين طالعين. يعني هو مش عارف ليه انت طالع، فهو خايف منك قد ما انت خايف منه. فاحنا لازم نتذكر انه الناس اللي احنا بنقابلها برا هاي ناس زينا، ما حدا طالع يؤذي حدا. اللي بده يؤذي يعني بيعملها بشكل احسن من هيك، مش في العالم هيك يعني. صحيح صحيح. بعتقد حسب برضو انت عايش فين وكده. انا بالنسبه لي الكلام ده it's very foreign لان انا عشت في مصر، فبحس ان لو انا مش واخده او مش متوقعه ان ممكن حد من الشارع كده فجاه يكون عنده يعني عايز يأذيني او يأذي حد معايا من غير سبب وانا مش متوقعه، بعتقد هبقى قلقانه عشان انا عشت وتعودت ان انا يبقى ده دايما in the back of my head. ف اللي هو دايما في I have to like دايما in the back of my head I always have to be cautious and I have to like you know just always watch like understand my surroundings 100%. Yeah. Caution is good. لازم تكون انت منتبه على محيطك، ولكن مش لازم تخلي الاخبار السيئه هي اللي تولد هذا المحيط عندك. لازم تقارن كميه الاشياء الكويسه اللي بتصير. يعني فرضا لو 0.3% من الانتراكشن السيئه، بدك تبني حياتك كلها على هاي 0.3؟ لا اكيد لا. يعني بدك تعرف على ايش تركز وكيف تتعامل لو صار اشي. بس مش انه يجي يكون سربرايز لإلك. You have to expect everything بس hope for the best. You have to prepare for the worst بس يعني and you have to also expect anything. You should expect anything from anyone. مش تحكي لا هذا شكله واحد مرتب ما he's not gonna hurt me. لازم he's not gonna hit a girl like for example. يعني you have to expect زي ما انت حكيت expect everything بس برضو expect the opposite. انه يعني زي ما انت حكيت انه هذا مش everything anything can be good can be bad بس you have to expect it all. يعني مش بالضروره انه يكون شيء سيء برضو، يعني مش لازم انك دائما تتوقع انه هذا الشخص ممكن يؤذيك، لازم برضو تتوقع انه ممكن يساعدك كمان انه بيقدر. صح.
فأشياء لازم نكون تحطها في عين الاعتبار لما تطلع. صحيح. لينا شو رأيك مش سامعين صوتك؟ بتوقع إنه يعني زي ما قلت مهم واحد تكون عنده كاشن، بس كمان يعني إذا صار شيء يعني إشي سلبي أو يعني أوبستكل، توقع إنه منيح واحد يشوفها كطريقة واحد يتعلم منها، وإنه يعني يصير يعني acquire more wisdom، يعني واحد يتعلم من هدول الأوبستكل، عشان هيك إحنا بنصير أحسن كشخص، وهيك هي الحياة، يعني كنت في أوبستكل صار بيشوفها يعني كفرصة إنه يتحسن كشخص. حلو. طب انا ما بعرف نهى، عندك اسئله بتحبي تساليها عن موضوع السوشيال ميديا قبل ما نرجع للكوفيد للوحده؟ لا نرجع للوحده. بدي اسال عن موضوع الوحده وعلاقتها في الاكتئاب. في ناس بحبوا الوحده، بقول لك انا عايش وحيد ما وجعش راسي ولا. في ناس لا، لما يصير عندها وحده بصير اكتئاب. I think هاد إله دخل كمان بالإكستروفرت والإنتروفرت والبرين فانكشن، لأن الاكتئاب كتير هو depression. هلأ إذا بدك تدخلها من a scientific perspective، it's كتير إلها دخل بالهرمون levels والإلكتريكال levels بالبرين. فهاد الإكستروفرت لما يكون عندهم وحدة أكتر بيكونوا more susceptible لدepression، لأنه their brain function is very low, much lower than it should be, which causes like lethargy. It's like yeah, خمول وتعب. مش ما بتقدر تعمل له explanation. Like ما مش عارف تحكي لا أنا تعبان لأنه ركضت ثلاث ساعات هلا. No, like تعبان for no reason. Like قاعد متمدد وبتصحى وما بتقدر تعمل إشي ولساتك تعبان. برضه لازم نفرق بين العزلة والوحدة. لازم يكون في فرق بين هذول الشغلتين، لأنه عادي إنه واحد يكون وحيد، ولكن ما حدا بتحمل إنه يكون منعزل، لأنه يعني هذا اللي بيحكي إنه يعيش حياته لحاله وعادي وما عنده مشكلة. أوكي ماشي بيقدر يعيش لحاله، ولكن هل بيقدر يعيش لحاله فوق جبل؟ إنه وقتها بيكون منعزل. تقدر تقعد لحالك في البيت، لحالك بتكون في neighborhood، ولكن تكون منعزل تماما لا، هاي وقتها بيكون خطر، لانه عملوا دراسات عليها انه الانعزال بياثر. isolation بيستعملوها as هلا it's a torture technique. It's a torture technique. وكمان in prison like if solitary behavior they put you in solitary which is isolation. يعني ليش ما تعتبروها cleansing technique؟ ما هو حسب، انا بحس ان هي يعني في يعني ممكن تبقى كلينزينج لنقطه معينه بعد كده when you start craving لما تبقى you're reflecting او you're introspecting وعمال بتفكر في الكون بقى ونفسك وبت... لو انت بتستفيد منها انك بتفهم نفسك اكتر او بتفهم العالم اكتر، انت لازم تحط حالك بالايسوليشن مشان يقدر يكون بالضبط، ما تبقاش مفروضه عليك. بعتقد هو ده اللي بيعمل فرق. في واحد عمل تجربة على حاله اسمه مايكل ستيفنز على اليوتيوب، عمل تجربة على حاله، عنده سيريز على اليوتيوب اسمها مايند فيلد. حشر حاله بغرفة بيضة لأسبوع، فيعني التغييرات كانت كبيرة كتير. إنه أولاً كان بيحاول إنه يخلي عقله يشتغل بإنه يعد وينتبه، ولكن بعد فترة بطل قادر يركز على الوقت اللي حواليه. صار يعني بطل يدخل يوم السبت بس بطل عارف إيش الوقت، بطل عارف إيش اليوم، بطل منتبه على أي إشي حواليه، يعني مخه فعلياً سكر من العزلة هاي، وهي بس من 7 أيام. يعني في ناس زي ما جمال حكت إنه بيستخدموها في السجون لأشهر بيكونوا قاعدين لحالهم. هي طريق، هي أسلوب تعذيب وأسلوب سيء جداً، بالذات لما تنفرض على الواحد. لازم أنت تكون عارف متى تدخل ومتى تطلع، لأنه موضوع بيأثر على الصحة بشكل كبير. I think في research بيّن إنه a lack of routine, like a routine, like a daily routine, weekly routine, monthly routine, that هذا كمان إله دخل كتير بال مش بس depression بس anxiety و also a torture technique بيستعملوها. هلا مش torture إنك تيجي تعذب الواحد، هلا إذا كل يوم على الساعة 2 تيجي and you cut off a finger بيتعودوا عليها، بالعكس هذا بنحسب عندهم routine. و they won't crack. هلا إذا يوم على الساعة 2
كسرت اصبع. انا مش عارفه ليش على التورتشر ما بس يعني على الساعه 2 عملت له this torture method, وبعدين that same day على الساعه 10, بعدين ثاني يوم على الفجر. فإذا ما بيكون في routine that actually damages more psychologically, like it helps a person like break down. طب انا عايزاكم تحلموا شويه, لو عندكم يومين هتقعدوا فيهم في اوضه مقفوله وانتوا اخترتوا ان انتوا هتعملوا كده, هتعملوا فيهم ايه؟ ولو هتاخدوا معاكم حاجات مثلا تليفون لابتوب whatever, هتاخدوا معاكم ايه؟ لينا انا بتوقع انه باخد معي يعني كم شغله, يعني يمكن يعني يعني لابتوب, يعني تليفون, كتب. يعني اكيد انه صعب انا يعني اخذ وقت بدون ما اعمل شيء, يعني ما بقدر, لازم اكون برودكتيف, اعمل يعني حس حالي اكون عم بعمل شيء مفيد. لينا انا بس بدي اضيف, خلينا نحكي ثلاث شغلات, شو رايك يا نهى؟ يلا ثلاث حاجات هتاخديهم معاكي. ثلاث حاجات يعني مش مسموح لي اخذ اشخاص صح؟ ممكن اوكي بس مش احبس حدا معي. بتوقع اخذ معي اخذ تليفون, بحكي كتاب, يعني ايش يعني تكنولوجيا, توقع تليفون كتاب يعني بكفي, يمكن كمان يعني ورقه وقلم يعني اكتب. اوكي بها شو رايك؟ انا برضو مهم انك تعرف ايش الغرفه اللي بدك تقعد فيها, لانه يعني مش منظر اوضه بيضه مقفوله ما فيهاش اي حاجه, ما فيها حتى فرنتشر. لا انترستينج. عشان كيف الواحد بده يروح على الحمام, ولا بدك تقعد تحبس حالك ليومين؟ لا يعني اوكي فيها حمام بس انه اوكي باخذ معي لا على هيك ما فيها. باخذ معي كمبيوتري وباخذ تليفون, والشيء الثالث نا كيس خبز. لا انا عارفه ثلاث اشياء سهله. قلت زي سجن صح؟ يعني فيه تويلت فيه تخت. sure. اوكي باخد كتاب, اكل unlimited source of اكل, تلاجة, اخد بغض معي food, water unlimited, بجيب like two carts بس ليومين عادي, و like books to read whether it's like romance, fantasy, or حتى like research, like best anything to read. Ooh, my best friend. لأنه بدي أقرأ الكتب, بدي أحكي مع حدا عن الكتب, لازم تكون هي. يعني هتعملي book club في الغرفة. على فكرة حتى movies, TV shows, books, مرة اتصلت عليها على 2, مرة هي بعتت لي مسج على 2:30 الفجر. بس لك جمان صاحية, أنا متى تخوف مبدئياً. أزك يا صاحي إيش فيه؟ واتصلت عليها. She's like, no, I was watching this TV show وفي one of the characters كتير ذكرتني فيكي. Nice. أنا I had a panic attack. أزك هلأ لازم أصحي ماما, أخذ السيارة أطلع أشوف what's wrong. She's like, no, كان في character ذكرني فيكي. Good friend right there. I don't cry easily, بس مرة على الساعة 11 اتصلت عليها وصار في إشي كتير بمسلسل, like واحد like one of the really really good characters صار like a gang leader. اتصلت عليها عم ببكي. Yeah, it's very sad. إذا بتحضروا إيش المسلسل؟ شكله كويس. On my block, it's a child. Oh. It's for children. It's about high schoolers. فإحنا ما بنحب عن الهاي سكولرز التي في شوز, بس هذا like I called her like having a breakdown وهدلتني وحكينا عنه وخلصنا و like any book, any TV show like دائما بنحكي مع بعض عنه, so I can't do that without her. Like honestly ما بدي electronics, بس بدي إياها هي. طب أستاذ محمد بحكي لكم عقول, بحكي لكم طبعا عقول وأرواح من أروع ما يكون. الحمد لله أنه في بمجتمعنا العربي أمثالكم, ومنكم نصدر دعوة لكل شاب وشابة عرب في كندا من كل المقاطعات في كندا
مهما كانت خلفياتهم الثقافية الدينية العرقية أن ينضموا لهذا المنتدى الرائع. تشجعوا وشجعوا أبنائكم. طبعا أنا بتكرر هذه الدعوة بحيث أنه نجد وجوه جديدة. خلي الشباب، أنا حابب أنه الشباب يطلعوا يتكلموا أكثر منا، فدعوة اللي حابب، احنا عاملين واتساب جروب يتواصل معنا، بنضيف ابنه أو بنته على الواتساب جروب، وإن شاء الله بيكبر وبصيروا هم يقودوا هذه الـ أو هذا المنتدى. أنا حابب أسألكم شغلة، هل تعتبروا أنه جيلكم بطلب الخصوصية أكثر من طلبه للعلاقات الاجتماعية؟ إحنا الكبار بنحب العلاقات الاجتماعية. قرقر 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 واحكي، وهذا جاب وهذا أكل وهذا شرب، هيك تعودنا لأنه ما كان عندنا أيامها سوشيال ميديا. فهل تتوقعوا أنتوا أكثر تطلبوا الخصوصية من العلاقات الاجتماعية؟ هلا عادي الواحد يفكر، مثلا إذا شوفت حدا عم بيعمل إشي تفكر بالموضوع like oh like okay like أنا طالعة مع صحباتي، أوه جمان طالعة على الساعة 11 بالليل، أوكي يفكروها عادي، بس يقعدوا يحكوا شو دخلكم أنتوا لا تقعدوا تحكوا like هذا ما صار قصة صح إنه I did it in public، مش إنه أنا عملته in public معناته أنتوا like بيطلع لكم تحكوا عن الموضوع هذا. So yes، هو مش خصوصية، هو عادي like you know like تفكروا اللي بدكم إياه. و I guess like the rumors والحكي الزيادة أصلاً like okay I'm Muslim، هذا اللي بيدخلكم من like النار gossip. So I mean like why would you do it أصلاً like you know ما لكم دخل يعني. okay وحكيتوا بالموضوع بالآخر شو حيفيد؟ عم بيفيد إشي؟ ما عم بيفيد إشي. ليش تعملوا إشي ما عم بيفيد؟ بحس انه الجو تغير، يعني الاحتياج للخصوصية لساته موجود. يعني حتى انتو الجيل الكبير يعني كان عندكم بيوت، كان في بواب، يعني كان لكم خصوصيتكم كان لكم خصوصيتكم يعني، فالخصوصية لساتها موجودة والتفاعل الاجتماعي لساته موجود، ولكن اختلف. انتو بطلتوا يعني، انتو كنتوا تجيبوا ناس على بيوتكم، احنا صرنا ندخلهم على صفحتنا على الفيسبوك. يعني الطرق اختلفت والأدوات اختلفت، ولكن العقلية نفسها. حتى الرومرز نفس الإشي، بدل ما كنتوا زمان تجمعوا على خرط الكوسة وقاعدين بتحكوا على بنت الجيران من راحت، إحنا هسا قاعدين نتجمع في جروب الانستغرام وقاعدين نحكي على هذيك البنت وين راحت. لا ليش يعني عن حالك بالعكس. أنا أوكي ماشي. أنا طلعت من جروب على هالحكي، أول إشي بحكي لهم ما يعملوها ولو بيزيدوها. ولكن الأشياء بتصير، ولكن هاي الأشياء بتصير، مشان بحكي إنه يعني أنا بعملها، ولكن هاي الأشياء بتصير. الأدوات اختلفت ولكن الجو نفسه، هذا قصدي. بتصير بس ياس إحنا لسات، بس إحنا نطلب privacy أكثر من الجيل اللي قبلنا. هو الجيل اللي قبلنا كان يهتموا لك ما تعمل هيك مشان الناس حيحكوا هيك. ما تعمل هيك. اعمل هيك هون like ما تروح على هاي المنطقة لأنه هاي المنطقة حيشوفك. ما ظنش إنه هاي privacy قد ما هي individualization. يعني إحنا مهتم بإنه نعمل اللي إحنا بدنا إياه، هم بيهتموا بإنهم يتبعوا، يعني يكون هم بيعيشوا كمجتمع، إحنا بنعيش كأفراد. احنا بنهتم بان تكون individuals اكتر. الحاجة اللي انا عايزة اقولها ان انا I think ان اللي احنا بنقوله ده كله في الاخر is synonymous with ان احنا our boundaries او حدودنا الاجتماعية مع بعض مختلفة شوية عن الاجيال اللي قبلنا. فهي مش قوي it's not really about privacy او لا الخصوصية او لا، هي اكتر ان احنا في حاجات بالنسبة لنا boundaries معينة. احنا اتعلمنا مثلا ان احنا كشخص ما حدش مفروض يجي عليا don't like stand up to bullying. يعني ما تاخدش basically حاجة انت مش عايز تاخدها من حد. وفي نفس الحاجة في حتة انا اتفق معاكم في حتة ان احنا في حاجات معينة ما بنعملهاش، في حاجات اجتماعية الأجيال اللي قبلنا بيعملوها احنا بنعملهاش، بس ده لفرق الاسلوب في الحياة عموما. يعني احنا مثلا مش ضروري، يعني مثلا
قرايب مثلا جم زاروا او صحاب مثلا جم زاروا المدينه اللي احنا فيها، مش ضروري ان هم يزورونا في بيتنا، بس الاجيال اللي قبلنا كان لازم يجوا بيتنا ولازم نقدم لهم شاي ولازم مش عارف ايه، بس احنا كجيل بالنسبه لنا الحاجات دي شكليات، مش ضروري، مش ملهاش معنى قوي يعني. ممكن نخرج بره مثلا نعمل حاجه جديده، ممكن احلالهم هن يطلعوا لبرا، ما هن طلعوا من their city يكتشفوا city جديد، مثلا يجوا على بيت، راحوا من بيت لبيت، بدهم يطلعوا برا. فهو يعني it's a mixture of أو مزيج بين إن إحنا بنعمل الحاجات بس بشكل مختلف، بس yeah في برضو حدود اجتماعية أكتر بعتقد عن اللي قبلينا. عشان بحس إنه الجيل الحالي صار مهتم بإنه يكون يعني يكون نفسه أكتر، يعني مهتم بإنه حياتي إلي أنا بتحكم فيها، ما ببنيها على توقعات المجتمعية اللي موجودة برا بيتي. بالضبط. لينا what do you think؟ بتوقع انه اكثر يعني بنروح اكثر بالمستقبل. بحس انه لا يعني في كثير ناس اكثر متعلقين بال يعني السوشيال ميديا، يعني السوشيال ميديا صار زي يعني عالم تبعهم، يعني هي زي الرياليتي تبعهم، يعني اللي هي حياتهم. بس توقع المهم يكون في يعني زي توازن، يعني نحاول نستخدم السوشيال ميديا، كمان نحاول يعني في مرات انه يحكي انه مش يعني كل شيء بعملها بحياتي يعني ما في داعي اني انشرها، يعني منيح واحد يكون عنده بالانس، يعني يخلي كم شغله يعني لحاله، يعني كمان منيح واحد ينشر، يعني مهم يكون في يعني زي بالانس. Actually I believe هذا it depends على هلا دخلنا باشياء ثانيه، بس I believe انه هذا له دخل بالطريقه that you were raised be your social circles be برا، وكمان your experiences in life and like what you go through. مثلا انا personally بقدر احكي عن حالي، when I was 14 15 كنت اصور كل شيء وانزله on social media everything like ايش اكلت وين طالعه at that moment، يعني حتى وانا بالجامعه بنزل اشياء you know like first year second year كنت انزل like طالعه مع صحباتي بس انزل صوره انا وصحباتي for example واحنا برا. هلا حتى لما انزل بنزله بعد بيومين، لايك like اخذت هذا الفيديو اليوم بنزله اون هلا للسناب شات ستريكس، انا عندي very specific سناب شات ستريكس are friends that I consider close، فببعت لهم اياها that minute. بس على الانستغرام ستوريز وين عندي اكثر acquaintances وناس انا مش كتير قريب عليهم بنزلها بعد يومين ثلاثه، لايك like انتم مش لازم تعرفوا انا امتى كنت هون، بس عادي هيكم عرفت انه رحت لهون you know I was riding a horse، بس ما بتعرفوا امتى. عندي سؤال، depends على كمان your experiences و your social circle، وكمان I think she froze. بس السؤال اللي كنت عايز أسأله إن أنا برضو حاسة إن أنا كنت بعمل كده برضو في الأول، أول لما السوشيال ميديا طلعت كنا كلنا we share all the time ودلوقتي بقى فيه أكتر اللي هو لا مش لازم أعمل share على طول، مش لازم أخد صورة الأكل أنا بأكله دلوقتي وكل الحاجات دي. هل تفتكروا إن ده عشان حصل لنا زي saturation في أول لما السوشيال ميديا طلعت، إن إحنا like جنة تخمة من كمية المعلومات والصور والحاجات اللي بتجينا في الأول، فدلوقتي بنحاول نقلل شوية؟ يعني في رأيي أنا إنه هو أكيد كان في بداية الموضوع كان في الناس مولعة بهالإشي الجديد، وبعدين مع الوقت يعني صار يعني أقل، لأنه هلأ يعني حتى الناس اللي دخلت السوشيال ميديا من أول يعني هلا عاد بتتركها لانها شافت إن الاضرار اللي ممكن تصير من وراء السوشيال ميديا. شافت يعني مش شيء كويس انك تضل تطلع حياة الناس التانية وتشوف احسن إشي في حياتهم ويكون انت عندك الصوره الكامله عن حياتك، يعني انه هاي في ناس بتقارن حالها بغيرها، فيعني هذا الشيء مضر لهم. انا شايف إن الناس صارت تنتبه على اضرار السوشيال ميديا من ذاتها، يعني ما احتاجوا دراسات على هالموضوع، لحالهم انتبهوا عليها وتركوها لحالهم. يعني اكيد صار في تغيير انه السوشيال ميديا قاعده بدورها بيقل بالافراد ولكن بيزيد في المجتمع. حلو حلو. لينا بتوقع انه مش يعني كل شيء بنشوفه على السوشيال ميديا يعني هي يعني الحق، لازم واحد يتذكر هذا الشيء، يعني يتذكر انه يمكن يشوفه ما بعرف يعني كل القصه، كمان انه يكون يعني عنده الشكر، يعني يكون grateful،
اللي يعني عنده بحياته ويتذكر. يعني في مرات دائما بنطلع الاشياء اللي ما يعني ما عندنا بس ننسى يعني الاشياء اللي احنا عندنا. حلو حلو. جمان كنت عم تحكي شيء قبل ما قطعتي. يس سوري جمان. وين قطع بالضبط؟ لما كنت تحكي عن السوشيال ميديا بشكل عام كيف الناس عم تتغير الان. انا دلوقتي اوكي اي رود ا هورس بس يو دونت هاف تو نو وين. يا اكزاكتلي. فكله بيجي من هالموضوع انه لايك with your experiences. هلا انا اي اكسبيرينس انه لا مش لازم كل حدا يعرف ايش عم بعمل, وكمان like حتى اذا بيعرفوا ايش عم بعمل مش لازم يعرفوا امتى عم بعمله, you know, like مش لازم تعرفوا انه انا هلا بنياجرا فولز بس يمكن بالمستقبل تعرفوا انه رحت like عادي, you know. So it all depends from your experiences وانت ايش بدك من ال like the reason you're posting it, like why are you posting this, ليش عم تحكي للعالم كله your business. وهذا كمان له دخل بالprivacy, like do you want your privacy, like if you do it in public does that mean ما بدك privacy, like إذا بتعمل إشي بالبيت behind closed doors does that mean like you're asking for privacy, إذا بتعمل outside are you asking for people to talk. فكله بيجي من like the reason ليش انت you post, ليش انت بتعمل what you do. Because like some people, في ناس بس بدها attention, في ناس بس بدها اهتمام غيرها. Exactly. وفي ناس بدهم like بس بدهم يحكوا للناس like yeah I'm having a fun time, you know. طب أنا في نقطة لينا قالتها في حتة إن أنا I have to be productive, بدل ما أنا هقعد في أوضة يومين I have to be productive. هل أنتوا بتحسوا إن في وهل السوشيال ميديا عامل في ده, هل بتحسوا إن في pressure أو ضغط إن أنتوا always to be productive otherwise إيه الأهمية إن أنا موجودة؟ هو هلا it depends. إذا أنا هقفل حالي بغرفة for 2 days I'm probably doing that مشان أبعد عن productivity. بس أنا in my nature إذا أنا the less productive I am the more lethargic I get, the more depressed I get, the more anxiety I have. بالعكس if I have more stuff to do بحس حالي like I can function on 5 hours of sleep أحسن من 8 ساعات. إذا نمت بس 5 ساعات بعمل إشياء أكتر بيومي وبكون energetic أكتر من إذا نمت 8-9 ساعات. وأنا هذا لقيته for me personally that's how it works. فبحاول ألاقي طرق إنه هيك يزبط. بس يعني حتى with this every 3 weeks بأخذ يوم that's like only for me like completely off. Yeah exactly. Like ما حدا يحكي معي, ما حدا like بدكم تحكوا معي تعالوا عندي على البيت شوفوني, بس أنا ما هحكي معكم like on any electronics. Like if I care about you حتشوفوني in person. You know like it's like it's kind of a cleansing and I do that on a regular basis. It's just like part of my normal functioning. طب عندي سؤال, بما انك اكستروفرت فين الحتة اللي بتخليكي مجهدة بقى بما ان يعني you need interaction صح؟ yes. So at what point ايه اللي بيحدد ان انت لا انا محتاجة I need to cleanse دلوقتي؟ my body يعني حسة... okay, sometimes okay. my body is just like take a break, you know. وحتى على فكرة حتى بالbreak I still see my best friend, for example, like my two best friends, Umar, who's also like my brother, but also my best friend. هدول ما عندي مشكلة حتى during the cleansing time, like بشوفهم لأنه I don't feel I have to do anything. بس منعود مع بعض وعادي لو كل حدا قاعد على تليفون أو قاعدين نحضر موفي ومناكل, like مش لازم نحكي, مش لازم ما you don't have to. أنا هلا it depends على where I am in life. I have different personalities. I always have a smile on my face, whether it's real or fake, it's always there. So that does take energy from you, and I feel like every like in the long run, it does drain like from your energy. But يعني, my best friend مرة حتى حكت لي, she's like, إجت عندي after I took a nap, and she's like, Jaman, you look scary. What's wrong? Like, are you sad? Are you like, did someone die? I'm like, no, I'm just like relaxing. I'm just relaxing. People see that, like, you know, you don't know what's behind the scenes. That's why you should never press social media or anything. Lena, بالنسبة لي كل بعرف.
اوكي بهاء قول لنا بتحس بريشر تو بي برودكتيف؟ ما بتاثر علي كثير بصراحه. ولا انا يعني ما شطبت السوشيال ميديا، فيش داعي اني ابين إشي، مش سائل براي حدا، هعمل اللي بدي اياه. السوشيال ميديا الوحيد اللي عندي هو ريدت، يعني بدخل عليه عشان يعني كومنت، ما بحط صور عن يعني حياتك، هو عباره عن فورمز بس. ايوه دكتور جمال، بتحس ان عليك بريشر تو بي برودكتيف في الحياه عموما؟ سوسايتي داز سوسايتي بريشر اس into being productive؟ Yes, I think أنا خاصة مع السوشيال ميديا، يعني بتجيك مسجات أحيانا تضطر إنك تجاوب عليها، فهذه يعني أنا ما بعرف، زمان ما كان عندنا هذا الشيء، ما كنا نضيع وقت. يعني أنا مثلا بيجيني 40-50 مسج باليوم between الماسنجر والواتساب، هدول مش الجروبز، أنا الجروبز ignore them صراحة. وآي دونت داونلود اني فيديوز، لانه انا بتوقع نص اكثر من نصهم بكون يوزلس، فتوتالي اي اغنور ذم. بس المسجات البيرسونال اللي هي لازم اتجاوب عليها، فصارت يعني اتس ا كوميونيكيشن واي. بس يعني اتوقع انه يس، واي دو يو فيل انه لازم تجاوب؟ لانه مثلا يعني بتشعري مثلا واحد بيسالك سؤال، يو فيل انه هو محتاجك، ف you have to answer him حتى لو كان سؤال بسيط. احيانا انا مش عم بحكي على النكت والهذا، بس it's targeted يعني questions، يمكن هو متعلق بأشي زي ما بيحكوا. ف I think انه حتى لو كلمة بسيطة ابعت له اياها مسج، بتوقع انه افضل من انه ignore his message. انا بحبش اكون انا دايما بحب انه لما في مسجاتي اكون اخر واحد رد، عشان هيك خلاص يعني دورك انت تحكي مش دوري انا، ما تيجيني بعدين تحكي ليه ما رديت، لا دورك انت هلا. بحس انه يعني اذا انا تركت بتضايق، بديش اضايق غيري عشان بعدين يجي يحاسبني. Oh, if you're left on scene. على حسب ايش الموضوع، ما هو مرات مرات الموضوع بيكون انتهى، يعني مرات بتبعت لحدا سمايلي فيس بيروح يبعثوا لك thumbs up، انا ايش اجاوب على thumbs up؟ ولكن انا لازم ابعث السمايلي فيس. ها I don't mind. يعني ما بتضايق لما أكون شو اسمه بحس إنه هو راح يتضايق مني إذا هو آخر واحد رد. طبعًا حسب إذا يعني انتهى الموضوع برده وقتها عادي، ولكن إذا ترك يعني هيك إشي open، لا لازم أرد، لأنه أنا لو انعملت فيي بتضايق، بديش إنه حدا ثاني يتضايق. لا عامل الغير زي ما بتحب تعمل. طيب احنا الوقت عم بضيق علينا، بدي سريعا جدا اسالكم سؤال وبتمنى انكم تجاوبوه بسرعه. كيف شو بتسووا خلال هاي الفتره اذا اشتقتوا لاصحابكم؟ انا بحكي عن مش قبل الفتح، لما صارت فتره الكوفيد. كنت احكي مع ماي بيست فريند تيجي عندي على البيت حتى فتره الكوفيد. عادي خليها عادي تقعد لحالها على الكنباية، وانا لحالي على الكنباية تغسل ايديها عادي حتيجي عادي بيتها وكلنا بنعرف بعض، مش غرابة. exactly. بها افا اوكي ايش تاني يعني؟ ما عندي ايش تاني، عادي كله هون، مش حد تاني سائل فيه برضه. انا كنت بودي مسجات لصحباتي، كنا نعمل زي فيس تايم، وكنا يعني نلعب زي العاب يعني اونلاين، يعني لسه عندك هيك يعني حل، يعني زي كنا زي كنا in person بس online يعني instead. نوع زي كنا بنعمل سكايب سيشنز، كنا بنعمل scheduled سكايب سيشنز، وفي اتنين من صحابي كنا بنتفرج على افلام سوا، يعني هم كل واحد في بيته بس احنا كلنا على التليفون مع بعض وبنتفرج على نفس الفيلم في نفس الوقت. فكان لطيف يعني، كان كأننا في السينما سوا يعني، بس كل واحد قاعد في سريره. good. طيب أنا بدي أسألكوا سؤال، سؤال قد يؤدي إلى حلقة القادمة. للأسف في الفترة هاي عم نسمع إنه الشباب عم ينصابوا بالكوفيد 19 أكثر من الزمان. زمان كانت النسبة قليلة، الآن صارت توصل ل60% خاصة في كندا. فهل حابين نعمل حلقة عن الكوفيد 19
نفهم شو المشكلة مع الشباب، نفهم شو رأيكم نعمل حلقة الأسبوع القادم. أنا شايف لازم يتذكروا إنه الكوفيد حتى لو أنت ما متت منه إله تأثيرات دائمة. يعني رئتك، يعني أظن سمعت هذاك اليوم إنه عملوا أبحاث إنه إله تأثير على المخ، المرض نفسه إله تأثير على المخ، حتى لو ما متت منه إله تأثير. جسمك راح يتعب، رئتك راح تتعب، عمرك راح يقصر. يعني حتى لو أنت ما متت بعد شهرين ممكن يعني حياتك راح تتغير. You can lose your sense of taste and smell. شو رأيك نعمل حلقة الأسبوع القادم؟ فكرة ممكن. يلا نعمل عليها تصويت عشان نكون ديمقراطيين. أنا يس. Yes. Cool. Unnecessary. My vote is unnecessary then. خلاص 3-2 بغض النظر. هتيجوا بالعافية. كان في فيلم هتتباس يا عباس. أيوة هتتباس، يعني هتتباس. طبعا أنا كتير كنت مبسوط معكم، حلقة أكثر من رائعة. كنتوا زي دائما أنتوا، أنا بحكي أنتوا المستقبل، ولذلك إذا لم نسمع الآن لمستقبلنا فلن نعرف ما هو المستقبل. أشكركم من القلب، أنا عارف أخذنا من وقتكم، لكن أتوقع أنه أنتوا رول مودلز وآيدلز لكتير ناس، وأنا بضم صوتي لصوتكم هلأ وبحكي لأي شاب أو صبية بتكلم عربي حتى لو مكسر شوي مش مشكلة، يتواصل معي، يتواصل مع القناة، يتواصل مع نهى، يتواصل مع لينا، مع جمان، مع بها، أي واحد من الجروب، وإحنا حنضيفه للواتساب جروب وحنعمل غاد الكونفرزيشن عن إيش الحلقة القادمة. Easy and simple، اللي بيحكي أنا حابب أدخل أهلا وسهلا فيه، الموضوع سهل. بعرفش إذا حدا حابب يحكي أي شيء يضيفه. طب لو ما بيحكوا عربي؟ لأنه إحنا الموجه لل، يعني بدناش نعمل شيفت إنجليزي. في أعتقد إذا حابين أنتوا تسووا شغلة بالإنجليزي أنتوا بينكوا it's okay. What do you think guys؟ مش بناتنا، قصدي إحنا هلأ directed towards عرب specifically Arab immigrants. Yes. ليش ما بنقدر like especially for younger like our generation ما في كتير separation بين أنت Arab immigrant versus أنت like Desi أو Asian or African immigrant. كل ال immigrants immigrants بالآخر. بالذات الجيل ما بحسه like similar. صح في cultural differences بس it's very similar like strict parents كل هذا الأشياء كل نفس الأشياء. Yeah. But they can expand. Maybe we can make like 2-3 sessions مع غير عرب ونتكلم عن ال الموضوع هذا. It's a good things. كيف بنظروا إلو هم، كيف إحنا العرب ننظر إلو، ممكن نستفيد برضو من هذا الشيء. أنا I'm open for that. Okay. شو رأيك بها ونينا؟ Are you good؟ نها؟ Okay. طيب احنا حننهي. في حدا حابب يحكي اي شيء اضافي قبل ما ننهي؟ شكرا لكم، شكرا لوجودكم. انا بقول لكم الله يعينكم على الله، الله يعينكم على اهاليكم هلا اللي سمعوه. طبعا هاي رساله للاهل، انا زي ما انتم فخورين بابنائكم انا فخور بهدول الشباب لانهم فعلا قدروا يعبروا عن انفسهم بقوه بدون خوف. بالعكس هذا يثبت انه تربيتكم لهم جيده، فاشكر اهاليكم على التربيه الجيده، على قدره انهم اعطوكم كيف انكم تكونوا كونفيدنس. فرساله موجهه للاهل بيني وبينكم بس عشان ما يزعلوش. نستودعكم الله، بنذكركم بحلقات يوم غدا ان شاء الله الساعة 5 حتكون حلقة عنا مع المهندسة هبة الشريف، حتتكلم عن الروبيك كيوبز كيف بنحله. ما بعرف إذا حدا بيحب الروبيك كيوبز كونوا معنا غدا الساعة 5. هي بتعطي دورات مجانية على تدريب الروبيك كيوبز وبتضمن لك بعد الدورة هاي مجانا. طبعا الدورة تقدر إنك تفك الروبيك كيوبز، يمكن مش بالسرعة اللي بتسويها بس بتفكه. الساعة 7 حيكون معنا قضايا كندية وحنتكلم عن
حزب البلوك بكوا في الحلقة الثانية، يعني حنكمل موضوع الحزب، والساعة 5 إن شاء الله حتكون معنا ميسون في حلقتها مع رؤيتها قضايا نسائية، حتكلم عن موضوع مهم جدا، فكونوا معنا في 3 حلقات مهمة غدا، وتصبحون على ألف خير.